حماكم قصد حماكم لولا فضل الله ما شينا زرناكم جيناكم جيناكم قصد حماكم لولا فضل الله ما شينا زرناكم جيناكم نزور لمقامك النور جيناكم نزور لمقامك النور هذا هو المشهور رب الكريم أعطاكم جيناكم جيناكم قصد حماكم لولا فضل الله ما شينا زرناكم جيناكم في الحضرة يا شيخ مولى النغرة جيناكم في الحضرة يا شيخ مولى النغرة تجميع الفجرة في الذاكر مولاكم جيناكم جيناكم قصد حماكم لولا فضل الله ما جينا زرناكم جيناكم يا ماهر أنت القطب الظاهر جيناكم يا ماهر أنت القطب الظاهر بالمصطفى الطاهر ندخل في حماكم قصد حماكم لولا فضل الله ما جينا زرناكم جيناكم جيناكم قصد حماكم لولا فضل الله ما جينا زرناكم جيناكم جيناكم قصد حماكم لولا فضل الله ما جينا زرناكم الله 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 يا محسن اسلام على محمد شو زيار بالاحضار والاذكار الله مزمار في ضمانة بالعباس يا بابا شو زيار بالأحضار والأذكار الله الله شو مزمار في ضمانة بالعباس يا بابا يا سلطاني يا أمير ما تنساني يا الله يا الله يا سلطاني يا أمير ما تنساني حبك عني في غاية الله الله يا بابا يا حبك عني في غاية الله الله كوني معايا على الله يا برامي يا الأذكار الله الله شيخو مزمار بثمانة بالعباس يا بابا راسل الله الله يقصدوا بالنية يبلغي عون الله الله مقام الأولياء ويلابسوا حلة حلة من لبس الصوفية حلة انفسات حلة انفسات
عجب تعجب من هو لبس سيدي بن عيسى يا الله شيخي مولى مكنس بابا محمد بن عيسى شيخي مولى مكنس يا تابع نسيان اطبع هالفقرة الحز والأوراد الذكر مع الحضرة يلزموا بالمعاد يلزمهم يا برا يزدادوا نساء يزدادوا نساء قلبوا قلبوا بين الشلس بن عيسى يا ابا شيخي مولى مكنس بابا محمد بن عيسى شيخي مولى مكنس سيدي بن عيسى يا ابا شيخي مولى مكنس بابا محمد بن عيسى شيخي مولى مكنس 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 لمحمدين صمم الحجارة كلمات لمحمدين صمم الحجارة كلمات وله الغزالة في الفصاحة في الفصاحة سلمت زد الصلاة على النبي يا حاضرين زيدوا صلى على النبي يا حاضرين زيدوا الصلاة على النبي يا حاضرين بفاطمة الزهراء زين المرسلين بفاطمة الزهراء زين المرسلين زيدوا الصلاة على النبي يا حاضرين زيدوا صلى على النبي يا حاضرين زيدوا الصلاة على النبي يا حاضرين وفاطمة الزهراء زين المرسلين وفاطمة الزهراء زيدوا الصلاة على النبي يا أهل الهوى زيدوا صلى على النبي يا أهل الهوى زيدوا الصلاة على النبي يا أهل الهوى وفاطمة الزهراء ماتوا شفاء وفاطمة الزهراء ماتوا شفاء الصلاة على النبي يا حاضرين وفاطمة الزهراء زين المرسلين وفاطمة الزهراء زين المرسلين زيدوا الصلاة على النبي ذاك العروس زيدوا صلى على النبي ذاك العروس زيدوا الصلاة على النبي ذاك العروس وفاطمة الزهراء يوحي النفوس وفاطمة الزهراء يوحي النفوس زيدوا الصلاة على النبي يا حاضرين زيدوا صلى على النبي يا حاضرين زيدوا الصلاة على النبي
بين المرسلين مو فاطمة الزهراء زين المرسلين سيد الصلاة على النبي يا حاضرين سيد صلى على النبي يا حاضرين سيد الصلاة على النبي يا حاضرين بو فاطمة الزهراء زين المرسلين بو فاطمة الزهراء يا محسن استاد على محمد بسرك يا لي الله الله لا إله سلطاني يا معامر ما تنساني حبك فاني على الله يا برا ما بيا نوب عليا يا ربي نوب عليا نوب عليا طه خير البرية نوب عليا يا ربي نوب عليا نوب عليا غايا كون معايا لله يا برام بيا نوب عليا يا ربي نوب عليا نوب عليا طه خير البريه اللهم صلي عليه اللهم صلي عليه صلي يا ربي عليه اللهم صلي عليه النبي المجتمع اللهم صلي عليه صحبة الدجي واللواء اللهم صلي عليه اللهم صل عليه انا عاشق من ازور اللهم صل عليه في محمد الكريم اللهم صل عليه عاشق في حسن البرايا اللهم صل عليه انا عاشق من ازور اللهم صل عليه في محمد الكريم اللهم صل عليه سيدي شافي على البرايا اللهم صل عليه سيدي شافي على البرايا اللهم صل عليه يا الله شريبتكم اهلا وسهلا بكم في من قلبي ليلى جو رمضان كما تشوفوا على القناه الوطنيه الاولى مباشره اليوم سعداء بحضور عرض القله اللي نحب نستقبل فيه غازي عمامو قائد المجموعه وواصف مسعود مدير العرض تفضل غازي يعطيكم الصحه
نحب نعتذر شويه على صوتي على خاطر اليوم هارب شويه على غالب. يعطيكم الصحه. صح صح. مرحبا بكم في من قلبي. جيتونا خصيصا من المستير وتحضروا المجموعه من العروض ان شاء الله عن قريب، عرض القله. مرحبا وصف. عاجبك يسر صح شريبتك. شو نجموا نعرفوا على العرض هذايا؟ حبيتوا تورينا شويه في المباشر على القناه الوطنيه. صح شريبتك صح. تحيه ليك وتحيه لكل مشاهدين الوطنيه واحد. الحقيقه كما نعرفوا الوطنيه ديما تساعد معناها الشباب وتساعد المبادرات الشبابيه والمبادرات الثقافيه، وانا فخور جدا اللي بديت معناها بدايتي معناها بحذاك في برنامج من قلبي. مرحبا بكم. هو عرض فيه برشا لوحات، فيه خدمه، عندك مده تحضر فيه. اول محطه ان شاء الله وقتها. احنا ديجا خدمنا معناها في رمضان وتوا 26 تري بيانتو 26 مارس ان شاء الله في المكنين. بعد عندنا مجموعه اخرى من العروض بطبيعه الحال، عندنا 28 عندنا 29 عندنا معناها في شندور ان شاء الله تونس الكل ان شاء الله معناها ان شاء الله بقدر ربي معناها ندوروا تونس الكل ان شاء الله الولايات الكل بطبيعه الحال. واصف من ناحية الفنيه، فنيا كيفاش تقدم لنا القله؟ علاش سميتوها القله؟ وذوما تقريبا 40 عنصر مش كامل، يعني اكثر انتوا من هكا. اول حاجه يوصل صح شريبتك عايش. وشكرا للاستضافه. عرض القله سميناه عرض القله علاش؟ خاطر القله تابعه التراث التونسي، واحنا نخدموا في الجو التونسي والجو الطريقه وجو سلاميه وجو التيجانيه كل شيء، دونك هذا كل تابع تراث. اخترنا القله خاطر عندنا رابط ما بيناتهم. خدمنا على الموسيقى الطرقيه كما نقولوا احنا ولد الطريقه. عندنا طريقه العوامريه، عندنا العيساويه، التيجانيه كل شيء. خذينا اغاني من كل ولي صالح الغنايه الا تتميز بها هي الطريقه هذيك، وحافظنا على اللحن وحافظنا على الكلمات كما هي معناها صحيح. دونك اما عملنا توزيع جديد حبينا نخرجوها في حله تمشي مع الالات اللي عندنا وتمشي مع العباد تاع جيل توا وتتمد على الايقاعات الخفيفه والسريعه باش الجمهور يبدا متفاعل معنا اكثر معنا. وحاجه اخرى خدمنا على الكوليغرافي والليمير، معناها نحبوا العباد يجي يتفرج على القله، نحبوه احنا عرض فرجوي اكثر منه موسيقي، معناها اللي يجي يتفرج في تابلو ويتخمر معنا ويتفاعل معنا. حاولتوا اليوم باش تقدمونا شويه من الاجواء. شويه من الاجواء. هذايا عرض القله اللي في برشا محطات، اقرب تاريخ نهار 26 مارس ان شاء الله في المكنين. ان شاء الله تكون عندكم عروض في تونس ان شاء الله. ان شاء الله عندنا مهرجانات صيفيه ان شاء الله سنة، ما زلنا ما برمجناش الحقيقه. أي. ما في تطور الانجاز. احنا يوسف كما نعرفوا كما معناها ديما حتى مديري مهرجانات ديما يبداوا يحضروا في المهرجانات الصيفيه بعد رمضان بعد شهر التراث. الحقيقه فما اتصالات معناها الحقيقه من جميع الولايات، من المستير، من المهديه، من تونس، من صفاقس. الحقيقه فما معناها تفاعل مع الجمهور. العرض مازال معناها في بدايته لكن فما خاطر فما خدمه قاعده تحضر، معناها حضرتوها عندكم مده وانتم الحقيقه فما تعب. وكما تشوف معناها الاولاد مضحيين والحاجه اللي هما مأمنين معناها بالعرض ومأمنين بالفن. يعطيكم الصحه خاطر تعبناكم اليوم، ونعرفوا في ريتم رمضان مش سهل. صحيح. تنقلتوا من المستير وبريسك النهار عديتوه في التلفزه الوطنيه اليوم. يعطيكم الصحه على المجهود هذا الكل. ما زلتوا معنا على طول السهريه باش نسمعوا معكم مواصلات اخرين. تتفرجوا في المسلسلات؟ نتفرجوا نتفرجوا في المسلسلات. شفت باب الرزق؟ باب الرزق في الوطنيه متابعين. نتبعوا فيه. نتبعوا فيه. باش تسمعوا توا المخرج بحذانا جاي. ايه. نتلاهم برا فني، نتلاهم برا نتفرج على المسلسلات. نتلاهم والممثلة نبيلة قبيدر بعد شوية باش نستقبلهم بحذايا في البلاتو نشوفوا الومضة الخاصة باب الرزق ونرجعوا. حاسك بيا في سليمة؟ ادخل ادخل صابرة. اقعد حاجتي بيك في موضوع مهم برشا. فاش تخم؟ تو فم واحد يقسم رزق على المطاشي والمحتحت. تي هما باعوا رزاقهم يخدموا عند الناس بالجرناطة، كان يعرفوا الخير راهم عملوا في رواح. احنا واش مدخلنا ترى؟ الرزق رزقه والارض ملكه. يبيع يهدي يقسم. ان شاء الله حتى يفر عليها الملح،
كما عملوا الرومان في افريقيا، اش مدخلنا ترى؟ باه خلاص الخدام كيفاش؟ الفلوس ماهيش مشكله يا صابره، انا نحب الخدامه تخدم وتعرق وتخلص بالارض، مش تعرف قيمه الفلوس. كان عليا ناي فهمتك، هما العباد هذوما كيفاش باش تقنعهم يصبروا حتى تجي الصابه؟ الناس هذوما لو كان ما تخلصهمش نهارين برك ورا بعضهم يخلوك ويمشوا يشوفوا ثاني اخر. اتوانا نحكي معهم يا صابر. ما ننصحكش. اما بنتي ما فهمتش هالحكايه نتاعك هذيا. حكيت شنو؟ حكايتك مع الراجل اللي وين هو وين انت؟ وقتاش باش توفى؟ برا عاد. بالله شريتيني عامله، الراجل نخدم معاه وزيد كل شيء على عينيك. عملت حاجه غلطه؟ ياسر راهو بنيتي كيما هكا في البيرو مع بعضكم، في دارو مع بعضكم ووحدكم، وانتي ماكي عارفه عاد عينين الناس والكلامات. ناي اللي يقول فيا كلمه ولا فيك انتي نجبد لعينيه. طو هذي حكايه تحكيها. اكتتاب شعبي، معناه كل مواطن في هانشير البراكه ينجم يساهم في راس مال ميزانيه الدوله. اشنو رايك لصابره؟ اكتتاب، نعرف الاكتتاب يعملوه المواطنين اللي عندهم مدخرات، اما هذا ما اخر الشهر ما تلقى عندهم حتى مليم، هذا كان ما عجبوش الكريدي نتاعها. صحيح. صابر اعطيني تو شوي صلاة. قراست يا عمر صلاة قراست. كملنا، نجم تمشي. اهلا وسهلا، مرحبا، صحه شريفتك نبيله قويدر. صحه شريفتك يعيشك. هاي في بن يوسف مخرج باب الرزق، صحه شريفتك. مرحبا بك. احنا اللي شفناه هذاك تخيلي فيه نبيله قويدر مقاطع. مريم قلبت مستاش رمضان معناها ساعات قلبت لنا الفيتيير، ما كنا نشوفوا في بعض المقاطع اللي حاضره فيهم نبيله قويدر. مرحبا بك هيفا. عايشك، مرحبا بك على الاستضافه. هذه اول اطلاله في القناه الوطنيه ذل. تعديت في الاذاعات الوطنيه في التلفزه هذه اول واحده. في التلفزه اول المده الاولى غاطس على الاخر خليتك يعني ليامات اللي قربوا رمضان ما فيكش فضاء بالكل. وقت المونتاج والميكساج والتالوناج شوف شنو صورت، خاطرك تبدا تصور ما عندكش برشا وقت باش تمشي للبيرو باش تمشي تطلع المونتاج وكل شيء. دونك دوب ما تكمل اول حاجه يعملها اي مخرج انه يشدك الماكينه يشد لي مونتور ونهار وليد. كيفاش شفتوا فما اصداء باهيه يعني من اللي بدا المسلسل فما ناس قاعده تتبع؟ الحمد لله شد انتباه الجمهور. الحمد لله والله لحد الان قاعد يفك المسلسل في بلاصته، الناس قاعده تتفرج، الناس قاعده تسمع اللي فما مسلسل مزيان قاعد يتعدى في الوطنيه، قاعدين يتفرجوا الناس في الشارع، المساجات الحمد لله. لي كومنتير وكل، وانا لاحظت اللي انت تبع في كل شيء، تعبر على كل شيء، تخلي حد شيء في قلبك. يعني كل يوم ويوم نقول هذاك انا كل يوم فاجت هيفل تلقاوه يعبر ما يخلي حد شيء تجاوب اللي يعمل نقد ترجع له معناها قايم بالواجب. لا مش هزوفون، لا من حق اي انسان انه يعمل نقد، لا مش غادي الامن ما تعرف تبدا البروجي نتاعك تعبت عليه كل شيء تبدا تغير عليه تغير عليه البيبي نتاعك. دونك ماذا بك انت اول واحد باش تدز في الكوميونيكاسيون نتاعو معناها اشهار، دونك لازمك تهبط لازمك تحكي لازمك فوالا. فما اصرار منك كبير، قداش من موسم تقدم؟ اي خطفت سنة. كيفاش حسيت المومون هذاك؟ كيفاش عشته؟ خفت؟ حسيتها مسؤوليه؟ أي أنا ديما أقول. ولا فرحه غطات على عارف روحك وعندك ثقه شنو تنجم تعمل؟ اي انا ديما نقول فما فرحه وفما خوف، خاطر وانا عندك مسلسل في القناه الوطنيه ماهيش سهله، راهي مسؤوليه، راهي قناة الشعب وراهي الناس الكل كما قلنا احنا بلغتنا العامية الناس الكل باش تركز معك. دونك يا تخدم خدمة مزيانة وتكون في المسؤولية وتكمل في الوقت وتليفري في الوقت وناسك خالصة وتعرف تتصرف فك الميزانية اللي جاتك وكل شيء يا يا كاريرك في خطر كما نقولوا. دونك ومن شيرة أخرى فماك الفرحة نتاع أنك عندك فماش مخرج ديما نقول أنا يعني فماش مخرج في العالم ما يحلمش أنه باش يعمل مسلسل خاصة في رمضان أنه باش تدخل تلافز الناس في شهر فضيل في ديارهم وكل شيء. أي وهاي في بديت معناها تتعرف في المجال السينمائي وكل، كنت عندك تجارب ناجحة، خدمت برشا معناها أوديو فيجوال مختلف أشكال وما قعدت
حكاية الدراما اللي هي مهمة عند المخرج. أكيد خلينا ديما نقول أنا في بلاد السوق فيها صغير، الفرصة فيها شوية، دونك يجيك الفرصة لازمك تستغلها، كيجيك والفرصة ما تجيكش بالسهل. هذاك علاش ديما نقول حتى لأصحابي حتى للشباب، أول حاجة كان ماكش مغروم تنجمش توصل في تونس، دونك يلزمك الغرام، يلزم برشا صبر، يلزمك تكبش كما نقولوا بالعامية. كيفاش تقابلت أنت ودالي دمق؟ أنا ودالي دمق ومتفاهمين من قبل، معناها عندكم المشاريع اللي تقدمت مع دالي، ولا كانت فما كتيبات معناها سيناريوهات أخرين كاتبينهم ناس أخرين؟ في حكاية طويلة، هو أنا ودالي أصحاب من قبل، من خدمنا خدمة دالي عندها 15 سنة وقت أنا أول خدمة في حياتي، وهو بيد وقتها مازال صغير وكل شيء، تقابلنا ولينا أصحاب، خدمنا برشا حاجات مع بعضنا، من بعد كتبنا حاجات مع بعضنا، عملنا ديكوبي زيرو مع بعضنا، دونك فما كصديقة نتاع سنين ونفهموا بعضنا في الخدمة كل شيء. ويعرف دليل أنا كل عام تصب مسلسل، والناس لازم تعرف أنه ما عندكش الحق تعاود تصب نفس المسلسل إلا ما تعمل أفونات تقول علاش نوبة دليل. دونك أنا نحبت أنه كل عام فما تعب جديد، فما فكرة جديدة وكل شيء. فما أفكار اللي كان دليل معايا فيهم. سنيك لقاني وقتها جاب حذايا للبيرو وقال لي فاش تعمل؟ قلت له نحضر في طلب العروض نتاع التلفزة. قال لي هو عندي مسلسل حاضر كاتبه عندي. قلت شكرا عمرك ما حكيت لي عليه. قال لي كيك مخلي مد لي حاسيل المسلسل، قريت 6 حلقات عجبني. قلت له دالي برافو، فكره مزيانه، الكتيبه مزيانه، تسمح لي هكا كيما اي مخرج معناها يحب يزيد شويه حاجات. وانت تكتب مغروم بالكتيبه ديجا. ايوه هي تجربه جديده لينا نرجع لها النقطه هذا. دونك قال لي هاي في الجوتي في كونفيونس، عندي فيك ثقه اعمل اللي تحب. دونك خذينا السيناريو سميناه باب الرزق، صبيناه في التلفزه، جاوبونا ما صدقنيش وقت اللي جاوبونا. والحمد لله. نرجع لنقطة أنا نكتب، أنا بالأساس سيناريست مخرج، دونك ديما عندك هكا الليغو نتاع تحب تستانسنا في تونس، تحب كتيبتك، تحب كتيبتك. دونك من الأول كانت فما حاجة هكا بيزار شوية، عرفتك نتاع نقرا في حاجة مش أنا كاتبها. هذاك علاش قلت لك النص عجبني. لا وأنت تحسك تحب تعمل كل شيء وحدك. لا مش نحب، يعني ماذا بيك خاطر زادة، خاطر ما تنساش اللي مخرج ومنتج منفذ. أي مش أنت تحب، ديما نقولها راهو في تونس الظروف هي اللي تحكم، مش أنت تحب. في تونس ما عندناش منتجين، ما عندناش منتج خاطر السوق ما يسمحش، ما فماش منتج تهز له كتابه يعطيك فلوس وتعملها وترجع له فلوسه، خاطر ما فماش مش يرجع فلوسه. دونك تضطر كما في سينما دوتور، كما في سينما اللي عندنا، معناها المخرج تلقاه هو بيدو سيناريست، هو بيدو المنتج، اما يجيب منتج منفذ من بعد ولا مدير انتاج. دونك تتلز انه باش تنجم تخدم مشاريعك في تونس تلقاك انت المخرج، انت اللي تجري على النص نتاعك، انت اللي تكتب، انت اللي تنتج. كيف كيف زاد كان باش تعمل ورشه كتابه تجيب ناس تخلصهم، وانت في مرشي اللي نجموا نعملوا كان 3 اعمال بالسيف في العام. اي مش تخلصهم، ماكش تقعد تصرف كل عام. دونك علاش قلت ديما راهو تتلز في الاخر انك تلقى روحك تعمل في برشا حاجات ما كانش ما توصلش. نبيله كيفاش عشت التجربه مع دالي وهو يكتب في السيناريو؟ خاطر نبيله راهي مرت محمد علي دمق، ماكش برشا ما يعرفوش، باش يعرفوا اللي هي حاضره زيدة في الكويزينه نتاغن هذه. نتصورك عايشه ستريس هذاك وتبعت المراحل. ربي خلينا نقول حاجه، راهو دالي عمره ما اقترح نبيله. لاني انا كنت نحب على نبيله وعادت كاستين كيما الممثلين الاخرين، وانا من نوع تاع نحكي انا وياه. قلت له اسمع بين الاسئله اللي زعما باش يقولوا لك نبيله في المسلسل على خاطر ديجا هو دالي ممثل ماهوش في المسلسل. انا من نوع الممثلين اللي ما ناخذ ممثل الا ما يكون ينجم يملي الشخصيه هذيك، والا ما نعمل تيست كاميرا وكل شيء. يعني انت اخترتها ما عندهاش علاقه بالسيناريست وفرحان بها على الاخر. اي بالحق تعديت سي كاميرا وخدمت انا وسي سلاح وسي خالد هويسة ومن بعد هاي في الى فاليدي الكاستينغ. اي معناها كيما الناس الكل تعدينا كاستينغ كيما الناس الكل. وي وملي شفت عندك فكره على السيناريو اكيد ملي كاتبه دالي ومخبيه تمنيت انك تشوفه كعمل معناها. وي هو كتبه عنده برشا و اي واحد باش يكتب حاجه ماذا به يراها يعني تتحقق تتصور تتمثل. دونك فرحت برشا اني وافقوا على المسلسل وتخدم فانت كونت. برشا ستريس برشا تعب، احنا بيدنا في الدار عشناه ستريس هذاك، عشنا التعب. فما كلمه قالها ولدي قالوا يا بابا كملت اونفان بترجع تعيش معانا. اي دونك خذي لكم برشا وقت. برشا وقت برشا وقت. هو ديما المشاهد يمكن كيشوف العمل حاضر ما يتصورش قديش الخدمه تاخذ برشا وقت، معناها كوش سوا من المخرج من الممثلين من ليكيب الكل. باش نوريك التصويره هذيا قولي تتفكرها شنيا ولا لا؟ لازم سي سور تتفكرها.
هذه تصويرة في التورناج. أول نهار هبطت قلت هذا أول يوم تصوير، ما زلتوا كي بديتوا تصوير؟ أول يوم تصوير في الجديدة. جديدة مش في المسلسل. أي أول يوم تصوير في الجديدة. هما وين صورت؟ صورنا في البطان، في الجديدة، في المروج، في الزهرة. هذه عجبتني برشا. أي هذو يجيو يتفرجوا فيكم؟ هذايا صار لي احراج نهارتها، وبالحق ما حليهم الحوم الشعبيه نتاع تونس ما حليهم على الاخر. دونك نصوروا في حومه شعبيه، نصوروا في تكوينه نتاع صغار. من الاول لي زاسيستون كل اخر خي عرفتك الخوف نتاع بلكشي ما يخليوني. تلقى الناس كل بالحق يعاونوك، الناس كل ما حليهم، الناس كل جاي يتفرج، وعندنا تكوينه نتاع ولاد صغار، دونك ماك تعرف يلزمك هكا الضمان الابوي وراق وامور منظمه وكل شيء. دونك لمينا 11 كونتر 11. نعمل لك نجي نلقى 80 ولاد صغير. وما تنجمش تقول لهم ليه، وكلهم يحبوا يكوروا، دونك الحل الوحيد اللي لقيته انا ولا انا ولي زاستون اللي كادرون، انا حاطينهم صورنيهم من تالي باش ما يتغشوش. تربيهم. كان نهار مزيان على الاخر، بالحق نهار هذاك مزيان على الاخر. لازم قعدت لكم برشا ذكريات، وهذه تصوير عجبتني خاطر لميت فيها. هذا اخر يوم تصوير لي مع الخمسه نتاع الصباح، واخر مازلت مانيش مصدق ان احنا كملنا في الوقت وجاونا به وكل شيء. هو من بين الحاجات اللي انت اكدت عليهم حتى في الحوارات اللي معناها عملوهم لك كله، وقلت برشا تصريحات في الناحيه ذي انك كل شيء كان منظم كما حبيته. الحمد لله. يرجع لشنو برمجت من الاول انك تكون خطاف، ديما فما مشاكل، معناها برشا احداث صارت مع برشا اعمال، انه روتار، مشاكل في الانتاج، في الالتزام، في الخلاصات، في غيره. هاي في اول حاجه يرجع الفريق التقني بالحق. الكل الديبارتمون تاع البرود، هاجر، اميره، المدير التصوير، ميغري، الديكور، ما حبنا ننسى حد، لي زاسيستون، بلال، شار، سلين، بالحق عباد دي جون يحبوا يخدموا، يحبوا يخدموا منظمين. يرجع للواقعيه، زاد ديما نقول لازم تكون واقعي، لازم تعرف تعمل لك ليكيليبر ما بين انت واحلامك وشنو تحب، ما بين الوقت والميزانيه اللي عندك. راهو اي بروجي راهو كل فلوكه، معناها لازمك توصلوا من بلاصه لبلاصه اخرى، دونك ما لازمش تغرق، ما لازمش تمشي مع لي ديلير نتاعك كما نقولوا نحن برشا، وما لازمكش زاد تبدا كلك فمك المونجين خدمت، خاطر انا قبل المخرج خدمت مع مونجين اخرين. اللي يحب ليه ما يحبش يصرف، ليه راك هكا تظلم العمل، وزاد ما لازمكش تتحل برشا في الوقت، خاطر هكا تظلم عمل وما تنجمش تكمل. دونك اصعب حاجه كالمعادله، وهذيك اللي عملنا فيها برشا في البريباراسيون، عملنا برشا اجتماعات، حكينا برشا نسخ من التحديات. نسبة كبيرة منها صغار. اي عندنا 26 27 سنة، نبروا علينا برشا. يعني مش متعودين ديكيب صغيرة كلها، معناها كلكم اعمار متقاربة. اي هذاك علاش قلت لك ناس تحب وخادمين برشا السينما، راه مش معناها ناس معناها عمرهم صغير معناها ما يخدموش، لا لا. كلهم عندهم لي كارت بروفيسيونيل، كلهم خادمين برشا سينما، فما شكون زاد خدم مسلسلات اخرين، وكلما وكل انرجي اللي تعملت كل شيء، خرجت كيبا محلاها، كيبا نار كما نقولوا نحن بالعربي، وخدمنا كل شيء. انا راضي على كل شيء، بالطبيعه فما حاجات ماذا بيا كيما اي مخرج توا افيك ان بو دو ريكول كل شيء تقول له هذا كنت نجم نعمل هكا، هذه حقني عملت هكا. اي خاطر انت تشوف بعين اخرى ديما تقعد. اي مي في الوقت هذاك وفي الضغط هذاك وبال راضي عليهم، وان شاء الله هما زاد يكونوا فرحانين بالمشروع كيفاش خرج. وان شاء الله الناس زاد اهم حاجه الجمهور، معناها ان شاء الله الجمهور يكون عجبه المسلسل. خلينا نشوفوا البرومو، نعاودوا مره اخرى في من قلبي نشوفوا برومو باب الرزق ونرجعوا نحكي. 23 سنه لبرا ارض ربي دورتها، اما مخي قعد ديما هوني في الهنشير. ما ظهر لي كان مسألة الهنشير ما زالت تهمه. اللي رجع عرفته مش باش يخلينا رايدين، حب يصفينا واحد واحد. كلكم لابسين مسكوات قدامي. تسليم مادام رجع باش يبربش على برشا دوسيات ويحلهم. تشديت يا فرجيني. ينطق تكلم. فيصة امشي لولاد. امنت عباد في مرشي واللي تكور بالمليارات. علاش تحب تحملني غلطة أكبر من عمري؟ يا سارة كذاب وش فيه؟ هاو توه باش يبدا الضرب. نخرجوا الفجر ونرجعوا كي تظلام الدنيا. أحلى خير وخلينا على العباد. أطلق منك. من خويا جبت اخويا سفر عيني.
ياسمين. أنا رجعت باش الحاجات اللي نسيتهم نفكرهم. الأرض هذه متاعكم، الأرض هذه بلادكم. الحمد لله الحمد لله. عالم موازن اللي قاعدين تعيشوا فيه لهنا. المشروع متاعنا هذا تجربة إنسانية، يلزم الناس كلنا يعيشوها مع بعضنا. هي قديمة ياسر، في جرتها هج. الحرب الأولى خسرت على خاطر سافرت، أما المرة هذه مانيش بتحرك من تونس. هاتوا نشوف. نبيلة، الدور اللي قمت به قلت عطيته من روحك وحبيته برشا. كيفاش عشت هالشخصية وشنو زادتك نبيلة قويدر في الأعمال اللي قدمتهم قبل؟ شنو أضافت لي في الأعمال؟ خلينا نبدأ من الآخر وأنا راجع. شنو أضافت لي في الأعمال؟ معناها أبار الأعمال اللي قمت بهم قبل، إنه دور جديد ما قمتش به بالكل بالكل بالكل، معناها ما خدمتش عليه قبل، ما دونك دور جديد فيه برشا خدمة. صابرة عاملة سوسيولوجي، قارية سوسيولوجي، ورغم اللي عندها شهادة سوسيولوجي وكل شيء، ما تحب الأرض، تحب الفلاحة، هبطت تخدم مع العاملات الفلاحيات خاطر تقدر العمل، تحب التغيير، تحب تغير الوضعية متاع الجهة متاعها اللي هي تسكن فيها. هذيك علاش رحبت برشا بالمشروع اللي جا به سليم، وقررت انها باش تدعمه وتكون معاه في المشروع متاعه. هو برشا ناس حبوا طرح برشا مواضيع اللي معناها تشغل الرأي العام وطريقة طرح العمل يعني ليهم، كما المرأة الريفية وشنو تعاني، ونعرفوا قديش برشا تعرضوا الحوادث وما زالوا يتعرضوا كل يوم، وغيره من المواضيع الأخرى اللي تهم الفلاحة، تهم الأرض، تهم برشا يعني مواضيع اللي حبيت أنت يكونوا حاضرين في توريهم هاي في بطريقتك. أنا ديما نقول ساعة كل مخرج عنده ستيل متاعه، فما المخرج اللي حاب يخدم على مواضيع إنسانية ولا حاجة، المخرج يخدم كان على انترتين متعشوي يقول نحب نعمل فرجة. أنا من المخرجين نحب نخدم عليهم الزوز مع بعضهم، دونك هكا الفيزيون ماهيش سهل. هذاك على السيناريو متاع داليا عجبني، خاطر فما الفرجة، فما السسبانس، فما الأكسيون، فما خرافة، فما حكاية نتبعوا فيها سوغتو تو بدينا نعرفوا عايشة منين جات الحاج شنو حكايته، مي فرد وقت فما برشا ميساج، فما دي ميساج، فما المشاكل نتاع الفلاحة، فما مشاكل الأرض، فما مشاكل العائلة، فما مشاكل الخدامة، فما مشاكل نساء الفلاحات، دونك فما مشاكل أخرى مازال نحبش نحرق الحلقات، مازال باش نعرضوا لهم. مي ماهوش هكا في خطاب توعوي مباشرة، أنا ما نحبهاش. في الحكاية الجملة الكل جاونا في وسط كيما نساء الفلاحات عشنا يعني مع خالتي زهرة خمسة ستة حلقات. ما تحسهمش كلي مسقطين ولا وسط خرافة، في وسط خرافة، في وسط شخص، دونك الشخصيات هما اللي يهزونا، هما اللي يوليو يحكيو على المشاكل هذي. على ذكر الشخصيات، فما مجهود كبير في تغيير برشا ممثلين خرجت منهم تقديم أو طريقة أخرى يعني في الظهور، خاصة أنا بالنسبة لي أسماء كانت تحدي لي في المسلسل، أي أسماء كانت المفاجأة للجمهور. أي مفاجأة، ومن أكثر من أكثر الشخصيات كنت خايف منهم، ممثلين كنت خايف منهم. علاش؟ خاطر أسماء عندنا نحن مشكلة في تونس نتاع لي بريجوجي نتاع قاعدة في ذاكرة المشاهد ددو. اي أسماء خدمت كيفاش باش تخرج، عملت شخصية ناجحة على الآخر في تونس، يحبوها على الآخر التوانسة اللي هي ددو في شوف لي حل. دونك كيفاش باش تجي بعد درا قداش من عام تعطيهم أسماء، تعطيهم ددو في شكل آخر مخالف جملة لددو، في شكلك المرأة اللي ساعات تحسها شريرة، تحسها مضطربة، ومن بعد تبدا تفهم حكايتها، تبدا تفهم منين جاي، تحسها مغروره. دونك بحق برافو، خرجت فيها طاقه كبيره. هذا راهو مهم، راهو خدمه المخرج تظهر لها. اي ورينا اللي عندنا ممثلين في تونس مش به انك تحصرهم في حاجه واحده، في قالب واحد. حتى كان القالب هذاك ناجح. انا شنو بيك دور على الحاجات اللي شدوني هكا في الفيلم؟ ما شفتش شيء.
خلينا نشوفوا ستاتيو هذا الاولاني ساعة. كي حبيت نعمل فيلم ضحكوا عليا وعملته، كي حبيت نعمل مسلسل ضحكوا عليا وعملته، وانا اليوم صوتي راهو حاله ما نكمش نقعد نقرا لك فيه. تحب تقراه انت؟ هما ذوما ديما عندي انا فاصل شخصي، عاد نكتبوا في الليل فهمتك؟ سي تاني تادام ولا حاجه، كي حبيت نعمل مهرجان تاع سينما في كندا. هذا جزء دي ميساج بالحق للشباب الاخرين، خاطر قاعد نشوف في عندنا مشكله نتاع الهجره. انا اكثر حاجات نخدم عليهم هما الهجره، نشوف في برشا اصحابي اللي قاعدين يمشوا لفرنسا لكندا خاطر فدوا، خاصه في الميدان الفني. وانت تعديت بنفس ال انا بدي ساعات نفد ساعات نمشي للمقهى. لقيت اللي هما يراو فيهم، اما شدتني هذه الاخرانيه، اما قررت نحل ميديا يحاول يصلح شويه ويكون موازي للي فما، وحل شويه فرص جديده للانتاج الشبابي، خاطر انت قلت اللي فما خلل كبير الميديا والانتاج والفرصه والمافيات والنسب والرشوه وكل عايشين. وهذا برشا انا حتى كنت شك ونقول لك عندي 8 سنين ونصب، اما ما نقعدش مكتف في ايديا، يعني مشيت للسينما مشيت لحاجات اخرى دونك. والمسلسل علمني برشا حاجات، مازال قاعد نتعلم في برشا حاجات. مثلا ريت فهم برشا خلل في كما قلت لك في الميديا، ريت برشا لوبيات، ريت برشا مشاكل في كيفاش نقيموا نسب المشاهد، ريت ديكلون كلي هاي نحن ما نحسش اللي كانه. انا حسيت السنه المشاهد هكا ما عادش تشد عليه برشا حاجات اكيد في اللوبيات اللي تحكي عليهم انت. المستشار المشاهد بدا يفيقوا، بدا فما لي باج، المشكل فما حتى في الفيسبوك ولا فما دي باج اللي يجيك لادمين يقول لك قداش تعطيني ونعدي لك الستاتيو نتاعك وكل شيء. هو بزنس راه موجود في العالم كله، مانيش نلقاو له حل. مي هذاك علاش على الاقل نجموا نلقاو شي كيفاش نخلقوا وسيله ولا وسائل اعلام اللي تكون محايده بالحق واللي تعطي لكل حد حقه واللي تجيب نقاد بالحق ناقد، مش تجيب واحد نقولوا نحن باش ينبر ولا باش يعطي راي وهو ماهوش. راهو عندنا نقاد في تونس ما شاء الله عليهم. عندنا ناس متواضعه حتى كي تنقد، عندنا ناس متواضعه واساتذه كبار وكل شيء. ما نعرفش منين هو النقد لازم، اما فما نقد ما نجموش نقدموا ما غير نقد. نفهم منك اللي ناوي تدخل المجال السمعي البصري. والله هي الفكره الاعلامي معناها هي الفكره كانت مطروحه ان نعمل ويب تي في من قبل، وتوا بالمسلسل رجعت بالحق خاطر يلزم نحب نخلق اسباس للشباب، اسباس حر، اسباس ناس كل تنجم تعبر فيه، ناس كل تنجم تبدع فيه، ممكن يعطي فرصه. انا ممكن جاتني فرصه سنه باش عملت مسلسل، فما غيري برشا يستنى في الفرصه هذه، دونك على الاقل نعاون في حكايه. شوفوا الستاتيو اللي بعد. هذايا في الاول بالكل يعني قبل ما تقريبا مازال نهار على شهر رمضان، عايشتنا الحاله اللي انت تحس فيها يعني نهار 10 مارس. قلت نكذب كان نقول مانيش خايف، اما واثق من الخدمه. انا اللي عجبني فيك هاي في الثقه الكبيره اللي عندك، وما ينجمش حد ينجح وهو ما عندوش الثقه هذيك. يعني ديما تقولوا الكلام هذا، عارف روحك فاش قاعد تعمل، معناها ما دخلتش هكاك للمغامره. فماش ارتيست ولا فنان ولا منتج ماهوش خايف، خاطر راهو نخدموا في خدمه ماهيش واحد مع واحد يسوي اثنين، راهو نخدموا في حاجه نجم انت تعجبك انا ما تعجبنيش، دونك ديما يقعد ديما نسبي معناها هالرأي صحيح هذا فما نسبي. دونك ديما فما كالخوف، مي زاده ديما نقول كانك انت عارف شنو عملت وش لازم تكون موجود ثقه، معناها كان فماش هكا ثقه راك انت ما عطيتهاش 100% من روحك من وقتك من قلبك من كل شيء. شوفوا ستاتيو اللي بعد. فاصل شخصي هذا يعجبني ستاتيو. يعمل لي برشا مشاكل. بالطبيعه فما اعلاميين ما نمشي لهمش. تحب نحكيو على عمل مرحبا. نجيك حتى كان تبدا في اقصى المريخ وما عندي حتى مزيه، اما نطيح وفلان وفلتين والبوز بودورو مش جوي، نعملوا في غرام وننقضوا في صنعه قاعده تموت، وكل واحد وثنيته يا كبدي. هو بالحق انا شفتك مشيت للمستير مشيت يعني تنقلت شيء عادي، ما عندك حتى مشكل. فما اعلاميين ما تمشي لهمش هايفل، مش اعلاميين، فما برامج انا ماهوش ستيلي معناها بالحق. فما ناس يقدروا روحهم فك البوز وهاي فلان قالت عليك وانت شنو تقول، انا مانيش غادي معناها جمله وما يستهوينيش سي ان شو، مع كامل احتراماتي ليهم. فما حتى الجمهور معناها تنجمش تحكي ديما نقولها راني انا مع عدم الاقصاء، مش معناها اني الناس ضمن نخلي لا لازم يكونوا موجودين. فما بيبليك فما سيب اللي يحب يتفرج على الحكايات هذوك، انا ماهوش جو. شوفوا ستاتيو الاخريني. حلقة اليوم ورات قديه عندنا ممثلين كبار، جوست يستناو الفرصة باش يوريو قديه عندهم طاقة وقديه يتلونوا قديه يتغيروا من شخصية لأخرى. لأن هذا حكينا فيه وخاصة أنت كتبتو بعد الحلقة الثامنة، بعد الحلقة نتاع الحادث السيكونس اللي عملتها أسماء مراد بن نفلة اللي كانوا أدوار كوميدية، كانوا
كانت قويه برشا. اي خاصه اني من الاول كي طرحت الكاستينغ بالحق فهم برشا ناس من صحابي من زوما من كيفاش راهي مخاطره راهو ما يجيش ليه يجي علاش ما يجيش نعرفهم في الدنيا جربتهم بربنا عملنا بريباراسيون وتشوف لي هما ينجم بالحق اثبتوا كيما اسماء كيما مراد صابره دورها صعيب على الاخر صابره زيدا هي مساله ذي صعيبه للمخرج وللممثل الممثل مثلا بكري ما جبتوا على ددو صعيبه لددو كيفاش باش تخرج من الرول هذاك وتمشي الرول اخر وصعيبه للمخرج زيدا كيف انه باش يخاطر بالممثل هذاك لحاجه اخرى مختلفه تماما اما غادي وين المتعه نتصور صحيح حس الخدمه نتاعك خاطر كي يجيك حاضر الممثل ساعات نشوفوا اعمال مع كل احتراماتي تلقاه نفس الشخصيه حاضره فما يقول لك هذايا هكا يعمل دور هذا باهي تجيبه حاضر وين المخرج لهنا فين خدمته راهو المشاهد يحبك التغيير يحب ينسى دوره يعيش حكايه جديده باش تقعد تتفرج فيه يفكرك في شخصيه اخرى راها في عمل عنده 10 سنين هو كل واحد رؤيته ديما نقول يعني كل مخرج كيفاش يخدم كل مخرج الاليات نتاعو فما شكون كيما قلت انت يحب ياخذ شخصيه حاضر يقول لك انا ما عنديش برشا وقت ما نحبش ريسكي هو ناجح في الاداء هذاك ناخذه كيما هو دونك كل مخرج كيفاش يخدم تفرجت في الاعمال المنافسه ولا الحق ما زلت غاطس في باب الرزق قاعد طبع في باب الرزق ما زلت ممكن ما زلنا كملنا مدينه الحلقات الكل وكل شيء دونك ما زلت ما قعدتش اما نحب نقول زاد حاجه راهو فما ناس كيسمعونا نحكي والحاجه كل كذوما يتعاركوا لا راهو الاعمال الاخرى كل صحابي وكلهم كي خذيت لوكي باش نقرا وبارك لي سوسن باركت لي رانا نشجعوا بعضنا كل شيء خاصه في تونس خاصه انه ثلاث اعمال لجان انتم تلمتوا والحاجه الباهيه كل عمل والستيل نتاعو بوشنيق في الفانتازي نتاعو في الموند نتاعو كل شيء سوسن فاهم ثنيتها كل شيء باب الرزق حاجه جديده معناها ماهيش كيفهم دونك حاجه باهي على الاخر ممكن الحاجه الخايبه انهم ثلاثه فرد وقت هذا نفهم من بعد خاطر فما برايم تايم فما مستشارين يحبوا على الوقت هذاك اما متاكد انهم بعد التوانسه حتى اللي يتفرج على هذا وهذا لين بعد كيوفا رمضان باش يرجع ويعاود يتفرج على كل عمل وباش يعجبوهم الكل نبيله تتخير التلفزه ولا المسرح اكثر انت ديما ياسر غاطسه في المسرح وكل بعد التجربه في برزق كيفاش تحس معناها روحك تميل شنو اكثر؟ شو انا ديما نحب التلفزه والكل اما يقعد المسرح هو الام معناها نحن برشا للركح ونحن برشا للاجواء البرايف ونحن اما كل حاجه وعندها الكيفيه نتاعها عندها التحضير نتاعها عندها معناها كل واحد وكل ميدان والشارم نتاعو المهم كانت فرصه مزيانه برشا سناء في باب الرزق على العكس تلقى ممثل يشارك في عمل للاسف معناها العمل ما تمشيش الامور كما يلزم برشا ممثلين بعد نحكي معاهم يكون هكا وكانوا ندم شويه على المشاركه كي يكون العمل ناجح يكون الناس الكل ساتيسفي تعرف اللي فما مخرجين خذوا فرصه في اعمال دراميه وتوا جنحوا وخارج تونس يعملوا في خدمه مزيانه برشا هايفل عندك افاق في الخارج ولا باش تتصحيح لهنا؟ والله يكذب عليك المخرج يقول لك ما عنديش افاق كلنا عندنا افاق اما يلزمك تعرف تبني الكارير نتاعك وكا انا مش ترمي روحك وكا لازم تعرف شنو البروجي اللي شبه لك اللي تنجم تعطيه من وقتك وباش من بعد ما تبداش نادم وكا انا كنت فرحانه اليوم اللي حاضرين معنا في من قلبي في المباشر على الوطنيه شنو تقول للجمهور اللي يكمل يتبع قاعده الحلقات عندكم خرفه مزيانه برشا قاعده تعاد في الوطنيه نشكر التلفزه هذه اللي اعطتني الفرصه بالحق حتى كان بعد 8 سنين ميسي الشركه هي نتفاهم معناها تفرجوا على المسلسل فما حكايه خرافه مزيانه فما تليم احلاهم فما فريق تقني شاب وراه بالحق سهروا وتعبوا باش خرجنا البرودوي هذا في الوقت هذا وبالكاليتي هذا نبيله نقول لهم كملوا تبعوا المسلسل فما برشا احداث وفما برشا مفاجات وفما برشا قلبات في الشخصيات كملوا تبعوا شكرا لكم على الحضور مازال لقانا متواصل في من قلبي باش نمشيو للبرومو تاع ليلى نرجعوا نحكيو في البلاتو باش نستقبلوا امين معالج فيزا الله يبارك فيك. ما يكتبولهم. خويا صغير بالله. اش تعمل انت؟ برررر.
تاع بعد وتعمل قلهم بأسك خاطر احنا مخطوبين بالكلمة راه بالكلمة أيوه. شو معناتها عندك كلمة في صبعك ولا شو لولا فرحانة بحضور صاحب الفكرة والمقدم أمين معالش مرحبا أمين مرحبا عايشك صح شريبتك ومرحبا بيك أنا مرحبا بي بحذيك مرحبا بيك أمين في بالك اللي التعليلة عاملة برشا مشاكل رأى بي حاجة تفرح أنا عاملة شوية حس حب أنت على كيكة لا والله مش نحب المشاكل أما خبزة مرة ناس تفاجأت الحقيقة فما اللي حبوا فما اللي لي فما برشا نقد من ناحية أنه كيفاش معناها تظهر الصورة هكا خايبة شوية معناها يقول كيفاش وضوما كيفاش وبعد كيفاش يقعدوا مع بعضهم كيفاش يكملوا كيفاش معناها يقبل الكلام هذاك خاطر برشا كلام فما تشنج كبير مفهوم هو إما فما اللي ما حبوهش فما ناس شافوا الصوره التصويره حسوها خايبه ولكن بالعكس هو برنامج مقالب بالاساس فقانون برنامج المقالب لازم الناس اللي باش تحضر فيه والا الناس اللي باش تتفرج فيه تتحمل مسؤوليه اللي باش يصير بطبيعه حاولنا نبعدوا على الرعب على الخوف نتاع انك تشوكيه بخوف نتاع كيما يعملوا مثلا حاجه تفجع والا خوف عملنا خوف من نوع اخر اللي هو الطف شويه مزين بشويه حب لانه في الاخر علاقه نتاع كوبل ما تتوج كان ب معناه انهم يرجعوا لبعضهم في اخر البرنامج برشا انتقادات وبرشا ناس زاده تشكر في البرنامج فانا طبعا نحاول نرضي الناس الكل تقول انت كل عمل فيه هكا هكا احنا مش نحكيوا على التعليله اليوم حاضرين معانا عرض القله من المستير سبع العروض وال نتبع وليت من التعليله وليت نتبع على خاطر كل ليله عندي حضره معايا انا توا خبير بالاجواء هذيا او حطينا ضيفت لك الاجواء هذيا باش نتبعوهم توا في الوصله الثانيه معاهم تحيه الغازي عمام وبقيه المجموعه الكل اللي حاضرين معنا اليوم في من قلبي يا سيدة حرمك منور يا سيدة حرمك منور بالذكر حسني لمعاني لمعاني قلبي مغير يا ليلى قلبي مغير نبغيك والله تنظر الحالي الحالي بسم الله
لحظة يا بني تجمل يا هلال بشيال العاشر بشيال.
جيت إلا نزور سيدي، ما جيت إلا إلا نزور الله الله. بابا عامر يا بابا أنا ضايق حال، زور الأحمد الفالية وشوف أحوال. بابا عامر يا بابا أنا ضايق حال، زور الأحمد الفالية وشوف أحوال. صلوا على الهادي يا حاضرين الله الله. ما جيت إلا نزور بابا، ما جيت إلا نزور سيدي، ما جيت إلا إلا نزور الله الله. يا معزي السعد أنا بحب أسرك يا نيسان يا حبيبي. ما جيت إلا نزور بابا، ما جيت إلا نزور سيدي، ما جيت إلا إلا نزور الله الله. بابا سالم يا حرام، أيوة يا رئيس البحرية. أنا جيتو على الحملة والروح على الرجلية، أنا جيتو على الحملة والروح على الرجلية. بابا سالم يا حرام يا رئيس البحرية، بابا سالم يا حرام يا رئيس البحرية. وأنا جيتو على الحملة والروح على الرجلية، وانا جيتو على الحملة وروح على رجليا. بابا سالم يا حرار يا رئيس البحرية، بابا سالم يا حرار يا رئيس البحرية. وانا جيتو على الحملة وروح على رجليا، وانا جيتو على الحملة وروح رجليا. بابا سالم جيت نزورك، جبتلك شمعك وبخور. بابا سالم جيت نزورك، جبتلك شمعك وبخور. يا بابا ويشعشع نورك يضوى عليكم وعليا، يا بابا ويشعشع نورك يضوى عليكم وعليا. بابا سالم يا حرام يا رئيس البحرية، بابا سالم يا حرام يا رئيس البحرية. وانا جيتو على الحملة وروح على رجليا، وانا جيتو على الحملة وروح على رجليا. بابا سالم يا حرار يا رئيس البحرية، بابا سالم يا حرار يا رئيس البحرية. وانا جيتو على الحملة وروح على رجليا، وانا جيتو على الحملة وروح على رجليا. بابا سالم يا تركي يا مولى الجبل عكري، بابا سالم يا تركي يا مولى الجبل عكري. انا جيتو على البكري يضوانيكم وعليا، انا جيتو على البكري وروح البحرية. بابا سالم يا حرار يا رئيس البحرية، بابا سالم يا حرار يا رئيس البحرية. وانا جيتو على الحملة وروح على رجليا، وانا جيتو على الحملة وروح على رجليا. وعلم يا لميمة وعلم يا لميمة وعلم، زيد الحني قدامها يا 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 يا. وعلم يا لميمة وعلم يا لميمة وعلم، زيد الحني قدامها يا لميمة. Ha 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 ha
لميمة في دارها العربية وصغارها يا لميمة وعلامها يا لميمة وعلامها يا لميمة وعلامها سيدي حلي قدامها يا لميمة. مجموعة الجولة قدموا لنا عرض الجولة الكل راهو اليوم في من قلبي. أنا شخت أنا والله ذكروني بأيامات التعليلة حسيت روحي أسمع نجم نخدم معاهم ساي حفظت الريبرتوار كامل. هكا أو جايب حذايا تو ينسق في الموسم الجاي ما ندخل نجم التعليلة كما قلت لك يعني برشا قبلوها برشا لا وهذا ديما النقد موجود للكاميرا الخفية هو رامز جلال ديما متعرض للنقد اللي يخدم على سنوات على الكاميرا كاشي بون فما شكون يقول لك فيها تفابريك ما فيهاش قعدنا ديما فك الحكايه هذيك اللي لاحظت وانا في التعليله اللي فما سبونتانيتي ما تنجمش تكون الحكايه معناها مفبركه الناس الكل متفقين على الناحيه هذيا كيفاش عملتوا باش معناها استقطبتوا الكوبل هذاك بيه عملنا بطبيعة نشرنا بيبليكاسيون على مواقع التواصل الاجتماعي فيها نلوجوا على ديكوب اللي يحبوا يشاركوا في برنامج تلفزي برامج تاع مسابقات بيان سور فاتصلوا بينا برشا عدد كبير من ديكوب النساء والرجال فبطبيعة احنا نكلموا الرجال وننسقوا معاهم اللي بطبيعة هم حاذرين وقابلين انهم يتعدوا في برنامج كاميرا خفية نعلموا الراجل اللي هي برنامج كاميرا خفية وهل هو قابل انه يجيب وانتم في لانونس حطيتوا اللي يلزم يكونوا معناها كوبل مخطوبين مازالوا مخطوبين بيان سور مش محرسين لانه ما نجموش فعملنا كوبلوات مخطوبين كلمونا برشا اخترنا الرجال اللي قادرين انهم يجيبوا الخطيبه نتاعهم باش تحضر في برنامج التعليله وكانت هكا الطريقه باش تشارك في برنامج طبخ وكان ربحت تاخو كادو نحن نكونتاكتيو الراجل على اساس باش يحضر معنا في التعليله اللي هي كاميرا خفيه اي هو يبدا في باله اما يجيبها هي اللي ما في بالهاش ويجيب يعطينا رقمها نحن نتصلوا به على اساس برنامج طبخ وهمي يربح جوائز قيمه كيما مثلا فواياج الى تركيا باش هي تنجم تجي وتكون حاضره معنا في البرنامج لان باش تكتشف اللي زوجها المستقبلي معرس بالزهر في نفس البلاتو ولا الوتيل اللي احنا نصوروا فيه لانه نصوروا داخله معناها باش يعرس بامراه اخرى هي الفكره موجوده في السنس هذايا مش بالضبط اما تشبه لها بالطبيعه انت تبدا من الاول تستفز الساعه ديجا انت قبل هي ما ترى المشهد هذاك هي ديجا حاضره معناها على اعصابها على نفسني بيان سور فهي سي بون ولات حاضره وقبلت شويه من الشوك اللي باش تولي حتى الشوك اللي باش تصير بعد ما عادش قويه برشا بارابور لي ما تصورش الشوك اللي من بعد اقوى برشا نشوفوا من بعضنا شويه من الحلقات انا نضحك وفرحان وشيخ مع الناس فما برنامج فما ناس تفرج فينا في ديارهم تتسومم علاش فماش علاش نتسومم علاش تتسومم لا انت شوف روحك شبيك ما بيا شيء انا عادي انا نضحك وعامل جو وماكش تعلمني خدمتي نعرف انا خدمتي ونعرف كيفاش نضحك في الكاميرا كيفاش ماني نشوف تضحك انا ما نفش تشوف انت افهم بكري جوي بيه سافا لحيديك شكوني هذي؟ شكوني هذي؟ شعرها ياسر شارك يلمع في الكرون دونك جارت ياسر شارك في الكرون ضارب مع قوية الضوء انا بدي ما نجمش نشوف تجهر ياسر فهمت دونك نشوفوا له حاجة ولا خلينا نكملوا بها ومن بعد نقصوا على الحلقة نسي نشوف وعليه تقص فيها سامحني يلا نرجع عاد انت قلت من الأول راك تحب شكون شعرها فرنسي ولا اخترت من الأول لا أنا فرنسي اسمعي شيف شعر فرنسي فرنسي جو باغي با أونكلي أوكي شيف بنتي اللي شو جايبك وشكون يا ذيا أنت اللي شكونك سامحني أنا خطيبته يا لالا أنت شكون خطيبته أنا فهو مرته وقتها عرفت به يا لالا وقتها عرفته أنا خطيبته شو أنت اللي شكون مجايبك وذيا شكوني مرتك نطلب فيك ونعاود تليفونك مسكرها كي لا معناتها بلي شوفوا الملامح ترى اغسل الملامح بلي زيدنا بلي لحظه بلي قرب لها وجهها قرب لها وجهها ترى شوف وجهها كيفاش انت تستفز فيا من اللي جيت زيد قرب وجهها اكثر زيد قرب وجهها على الاخر زيد قرب لحظه بلي
ما اللي صوره هو مربي خلنا نخرج. مش وين تخرج؟ هكاك هو سير بعد ما بديت انا معاك الحلقه وجايبينك ومسحه معانا وباش نبداو نصور ودخل انت صح باش نطيب مش تقعد هكا تعمل. فارس وصرصنا احنا اللي في السير. عرفتك بريود ومشيت على روحك. يا بريود وبكيت كل كهو 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 اقسم بالله مش نلبزك انت وياها. هو ما نعرفش كاينو شعرك ما نعرفش كيفاه. اه شعري شبيه عديتك مريول زيدا اي ولا تعرف حطيت روحي في بلايصهم ساعات وانا نتفرج في روحي خاطر مش انا ذاك ساعات نتقلق نقول معناتها علاش هكا الانيماتور ذا شبيه يعمل هكا فنفهم انه الشخصيه نجحت اي ليه قلقتهم برشا نرفزتهم والناس الكل تسال فماش حالات هكا بطلوا ليلى كلهم قعدوا بعضهم لا كلهم قعدوا خاطر فما كواليس ما يعرفوهاش الناس وديما يتسائلوا هل مازالوا يكملوا بعد الحلقه ولا هذا فما حلقات ما نجمش تعديهم فما تصورنا برشا حلقات ومش باش يتعداو بيان سور لانه خايبين برشا معناها اي ليه معناها تلقى رده الفعل برشا قويه وما تنجمش تتعدى لا في التلفزه ولا مثلا ساعات ما تقبلش انها تتعدى لانه احنا نسالوا الضيفه في اخر كل حلقه هل تقبل تتعدى الحلقه ولا لا ساعات تقول لك ما نحبش نعدي الحلقه فاحترم رايها وما نعديوش الحلقات فما حلقات مش باش يتعديو على خاطر فقنا بيهم مثلا قايلين لبعضهم ساعات الكوبل تلقاهم في بالهم ولا علمها او سربلها شويه ممكن يبدا خايف عليها شويه فلهنا نوليو نضحيو بالحلقه ممكن كيف فما حلقات تعديو علينا للاسف اللي عندي المعلومه انه كلهم مشيت امورهم بسلام تخمم في مواسم اخرى انه تكون الافكار معناها مش نفس الفكره تتعاود ساعات هذيك ما توليش تقلق كل يوم نفس يعني الكادر معناها يعني قصدك كاميرا خفيه فيها فاريتي نتاع افكار اي ولا الاسهل انه يكون هكا قالب واحد هو الاحسن انه الناس تحفظ الفكره فكي تحفظ الفكره انك تخلي نفس الكادر ونفس القلب ما يتبدلوا الشخصيات وقتها حسيت بداوا يتبعوا الناس اكثر مش نهارين الاولانيين يظهر لي من بعد شوي الحلقه الثالثه تقريبا الحلقه الثالثه عملت بدات تتحرك وصارت بوليميك كبيره فبدات الناس تبع فيها من ابارتير من الحلقه الثالثه رجعوا شافوا بيان سور الاولى والثانيه مي ابارتير من الحلقه الثالثه اما فما برشا مقاطع تيك توك موجودين برشا يخصوا على قاعده تتشاف برشا على يشوفوا يعملوا في برشا ارقام الريزو سوسيو الحمد لله انا ما نهتمش برشا بالارقام الحقيقه حتى في شركه صبر الاراء ولكن اليوم نراو انه التعليله في الترتيب الاول حاجه تفرح مع النجمو كان نجمو نزيدو نخدمو ونتشجعوا باش نعملوا الاحسن والافضل تفرجت في الكاميرا كاشي الاخرين طبعا تفرجت ديما نهار الاول نتفرج الحقيقه نتفرج كان الحلقه الاولى ولا الثانيه ماكسيموم فنشوف لازم على الاقل شكون اللي قاعد يكور معانا فهمت فلازم نعمل طلب يعني شنو الانطباع شفت بعض لي سيكونس معناتها تعدي قدامي فنجم كان نقول لهم ربي معاكم ان شاء الله ربي ينجحهم الناس الكل انا بالطبيعه نتمنى النجاح للناس الكل. مغروم بالستيل هذايا ديما تحب تكمل فيه؟ احنا سنه ثالث عام في الكاميرا الخفيه والناس عرفتنا هكاك ديما اللي هو انا هو الديو انا وصادق مزيد اللي هو اليوم ما نجمش يكون حاضر معنا اليوم نقدموا له تحيه اللي هو ممثل خشين برشا ويدخل ديما يعمل هكا التن نقول انا التفويحه نتاع البلاتو فثلاثة سنوات تقريبا ورا بعضهم جيتوا تاخذوا في خبره هكا ولينا تقريبا عارفين شنيا ثنية ونعرفوا الكاميرا كاشي شنيا السكوليت نتاعها تبع في التجارب اللي في الخارج طبعا نشوفوا رأس تعرف اللي فيه برشا أفكار ما يلزمها زيدة برشا مصاريف. إمكانيات طبعا إمكانيات فاليوم قوة فلوس معناها كي تبدأ تحب الفكرة. تعمل حاجة مع ليستار أنا ديما نشجع نقول إذا كنت باش تعمل مع ليستار أعمل على الأقل كما يعمل رامز اليوم رامز يصور ويسوق لي مثلا مناطق سياحية نشوفوه صور في المغرب مرة صور في دبي مرة في السعودية ففما دعم كبير يصير باش يسوقوا لجهة معينة تحلم بهذا تقوم به في تونس في تونس نعم في تونس باش نوصل باش نعملوه مش نحلموا كهو مازلنا نعملوا تجارب مع المواطنين لانه نحب برشا الكاميرا الخفيه مع المواطنين العاديين مش مع لي ستار ولكن باش يجي عام لي ستار هاي الكاميرا هذيا نقول لكم لي ستار ما كنتش تفلتوا مني جبرهم فكره هكا ما تجيش على البال بيان سور لازم تحس اللي المشاهد يفيق كي يبدا مفبرك يفيق وكي تبدا حاب تخدم اكثر امين على سبونتانيتي معناتها حتى كي تخدم على ستار ماذا بيك تحصلهم من غير ما يكون فما اتفاق ولا من الاحسن انك تجيب وتضحي بالحلقه هل تتعدى ولا لين بعد يولي فما يولي الضيف هو يحكم
ولكن انت قدرت انك تجيبه وتعمل له الكاميرا كاشي ومن بعد يصير اتفاق هل تتعدى ولا لا ذاك يجي من بعد. ولكن هم الاول بالكل كانوا يستخالوا تاع ليلى برشا يستخالوا متفاهمين و... أيه. اما كي تتبع تركز يعني مستحيل رياكسيون هكاك وهو يمثل ويكون في بالو اللي انا ثبت فيها وداير جاونا برشا حلقات قلت لك نفيقوا بهم اليوم قايلين لبعضهم معناها الخطيب قال لها حويجه ما نعديوش الحلقات فما برشا حلقات اكثر حاجه زادت ورات اللي هي سبونتاني الاستفزاز اللي تعملوا قبل خاطر يمكن هيك اللقطه هذيك ممكن تقول اي متفاهمين و اي ديريكت اما الاستفزاز تخرج منهم رياكسيون اللي تحسها ياسر سبونتاني ما نجمش يكون يمثل معناها جوستومون السلسله نتاع الاستفزازات اللي تصير من الاول في الكوجينه مهمه جدا. انا اليوم يجوني ميساجات ولا حتى في الشارع يقولوا لي ولينا مدمنين الجزء الاول تيلمون وحده ديجا كاميرا كاشي وحده أبار البارتي الاخرى. امامكم برشا يقول لك علاش قبلوا باش يعملوا هكا ما فما لا كادو لا فما حتى شيء وحبوا يتعدي وقبلوا باش بعد الحصه تتعدى هذا قانون البرنامج. هنا ما نجمش انا نربح كادو بالرسمي فهو قانون البرنامج تقبل هل تتعدى ولا لا الحريه ترجع للضيف اللي باش يحضر فما ضيوف نحكي على الموافقه حتى الاوليه يعني علاش قبل الخطيب هو من الاول يجي الخطيب يتحب يفدلك اي خاطر شوف فما باللايك كواليس خليني نقولهم لك فيسا فيسا الكوبلوات اللي جاوا واخترناهم ما عندكش فكره قداش صحاب جو وفدلاكه ومحلاهم كان لي كوبل نقول انا فرفوش معناها هما ديجا معناها يحبوا تفدليك على الاخر فنرى انه بعد ما تصير العركه ذيك الكل ويوصلوا للمرتبه نتاع العركه ذيك كيف يبرد كل شيء ويتيح كانوا ما صار شيء فنفرح برشا انه لي كوبل يعيشوا هكا ويوصلوا يعملوا لبعضهم هكا. رده الفعل في الاخر نتاع امراه تونسيه غارت على رجلها طبيعيه جدا معناها انا كان جيت امراه وتعدى راجلي هكاك باش تبيع باش نعمل هكاك او اكثر. هي هو هذاك هو هما يقولوا ساعات تكون اكزاجيري شويه ساعات فما ناس ما تحبش زاده يعني تخرج على السيطره جمله الامور اما فما شكون كانت باب بارده يعني دمها بارد وقبلت وتعدت الحلقه البارح فما زلت فما حلقات تولت عادته باش تتعدى في العشر ايام اللي ما زالوا احنا عندنا 20 حلقه فما حلقات خليته يتعدى فما حلقه قالت له ربي هنيك مثلا ما عند ما باليد الحيله معناها ما عندها ما تعمل وقالت له فازي تقعد ديما معناها رياكسيون انسانيه كل واحد وكيفاش كل واحد رده الفعل نتاعه تتحكم في رده فعل الضيف بيان سور. امين معالج شكرا على حضورك في من قلبي وان شاء الله بالتوفيق نشوفوك في الكاميرا الخفيه في سنوات القدام وتجارب اخرى ان شاء الله المستقبل كل قدامك. شكرا لك على الحضور. ميرسي بوكو ربي يفضلك. كلمه الختام نشكر ليكيب اللي خدمت معنا الكل الناس اللي خدمت على الكاميرا الخفيه تاع ليلى شكر بطبيعه للتلفزه الوطنيه اللي حلت لنا الباب هذايا ما نكونوا كان فرحانين لانه اليوم التلفزه الوطنيه هذا الدعم برشا في الطاقات الشابه ما عندكش فكره قداش فرحانين جان كاميرا كاشي كيف كيف الحمد لله نشكر ايكيب كامله اداره الانتاج الممثلين خرج الناس اللي خدموا في الفريق هذا الكل حتى واحد ما عندك حتى فكره قديش ما نجمش نعبر لهم باللي نقول لهم ميرسي بوكو وشكرا لك انت من كل قلبي على الاستضافه هذه. شكرا لك امين. مسك الختام مع مجموعه الجولال اللي جاونا من مستير الليله تحيه لقايدهم غازي عميمو باش نكملوا معهم مسك الختام مع الوصله الاخرى. شكرا مشاهدينا على المتابعه نتقابلوا الخميس الجاي ان شاء الله في من قلبي ومعذره على صوتي الليله ان شاء الله نكون ما قلقتكمش برشا. صباح الخير الناس الكل. I'm gonna make it.
إلهي بالمشفع صاحب القدر المرفع صاحب القدر المرفع